الاطارات شخصيا انا اختار في قطاع الفلاحه على مستوى ما يخفاش عليكم هذا العام الاول وين في معظم الولايات حتى وهي بدايه انطلقنا في السقي التكميلي. السقي التكميلي اللي راح يسمح صح عام صعيب سو البلون كليماتولوجيك صح عام صعيب ولكن بالسقي التكميلي حي راح يسمح لنا نرفعوا من المردوديه والانتاج وهذا ما يخلينا نقلصوا 5 10 15% تدريجيا من الاستيراد نتاعنا. اذا هذا هو الملتقى اللي ندار اليوم، هذو هما التدابير اللي خديناها. خدمنا مام لاسيومونس تاع المزرعه هذه هي بالذات تخدم لاسيومونس يعني بذور نتاع الكولزا باش العام الجاي ما نضطروش نروحوا نستوردوا الهبريد. دونك بلاسيومونس عندنا قدرات عام بعام باش نقلصوا ولا ننتهي من استيراد هاد لاكران اللي تسمح لنا من جهه نديروا زيوت على افاق 2024 ومن جهه واحده اخرى نديروا لي تورتو pour l'alimentation de bétail.